نتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة من الجنوب اللبناني، حيث تتصاعد أعمدة الدخان، وهذا يشي بأن الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. كنا تابعنا قبل قليل أيضا من خلال مشاهد وصور وصلتنا بقيام الجيش الإسرائيلي بتعزيزات، المزيد من إرسال التعزيزات على الحدود الشمالية مع لبنان. إذن هذه المشاهد عن صور مباشرة لتصاعد أعمدة الدخان بعد قصف إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، كما يشار بأن هناك أكثر من 24 قرية تعرضت للقصف الإسرائيلي المتواصل، كما كنا نشاهد ونتابع منذ ليلة أمس. إذن هذه الصور كانت وصلتنا منذ قليل حول الاستهدافات الإسرائيلية على حدود الجنوب اللبناني، ونشاهد أعمدة الدخان التي تتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من القرى اللبنانية على الشريط الحدودي. وأيضا كنا قد نوهنا منذ قليل بأن عدد القتلى في الضاحية وفقا لوزارة الصحة اللبنانية في ازدياد، وهناك هويات مجهولة لعدد من القتلى الذين سقطوا نتيجة هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية.